الآن زميلنا محمد القحطاني راح ينقل لنا نقل أيضا من الحي الثقافي الكتارة، لكن ما نعرف وين. محمد مساك الله بالخير، قل لنا وين وش الفعالية اللي عندك. مساك الله بالخير أخوي خليفة وأخوي أيضا فيصل إبراهيم وأيضا ضيوفكم الكرام والسادة المشاهدين. حقيقة أنا متواجد الآن في طبعا مركز تواصل للإعلان والتنظيم، صراحة عندهم فعالية جميلة للأطفال، طبعا متواصلهم طول طبعا فترة هذه الفعاليات في الحي الثقافي كتارة. طبعا يعني مثل ما احنا شايفين موجودين معاي ما شاء الله عيالنا متواجدين اليوم يبون يشاركون معنا، وان شاء الله اني اقدر اطلعهم كلهم اليوم. طبعا هم مشاركين في عندنا هنا فعاليه حقه الرمايه مو مقصرين الاخوان، في طبعا العاب هناك اللي هي الاطفال اللي يدورون على الكراسي، ولكن انا ابي ابدا مع عيالنا الصغار اللي هم صراحه هم زينه الحياه الدنيا، والله ان شاء الله يحفظهم لعيالهم. قبل شوي في الرمايه خذ ولدنا هذا الاول، اي مركز خذيت؟ الرابع الثاني. الثاني ولا الاول؟ الاول. وش اسمك؟ علي حامد حبابي. ونعم يا علي، ايش تحب تقول للمنتخب القطري في هذه البطوله؟ الله لا يوفقهم ان شاء الله. زين ياخذون الكاس؟ يا رب. كم بيفوزون ان شاء الله المباراه الجايه؟ 5-0. ان شاء الله، الله يحفظك ان شاء الله ويخليك لوالدينك. اسمك؟ مصطفى. مصطفى، ونعم يا مصطفى، مصطفى جاي مع من؟ ثلاثة. زين لعبت اليوم؟ ايه. طيب شو تحب تقول للقطر؟ انا احب قطر قطري. تحب قطر واجد؟ ايه. زين قطر بيفوز كم المباراة الجاية؟ خمسة. 5-0 بعد؟ لا 5-3. ان شاء الله، الله يحفظك ان شاء الله. طيب نروح للاخ هذا، شو اسمك؟ علي. علي من وين؟ امارات. ونعم والله يا علي، جاي مع من؟ اخواني. جاي مع اخوانك، استانست هنا عندنا في قطر؟ ايه. واجد؟ كم صار لكم؟ كم يوم؟ 10-7 كم ما اعرف. زين، لعبت اليوم هنا في الرمايه ولا لعبة الكرسي؟ ما لعبت شيء للحين؟ لا. زين لازم الحين تلعب، خليهم الحين يحطونك في الدور، لازم تصف معهم. اتريق. وين؟ اتريق انا. ان شاء الله، بتلعب ان شاء الله، ويا مرحبا بك في بلادك الثانية قطر ان شاء الله. امين. يا هلا وغلا، يعني صراحة شيء جميل، احنا نشوف عيالنا ما شاء الله من هذا الحلو. شو اسمك؟ علي. علي؟ علي ايش عندك اليوم هنا؟ جاي مع من؟ ماماتي وباباتي. زين مستانس؟ ايه. لعبت اليوم ولا ما لعبت؟ لعبت. لعبوك؟ ايه. زين شو تقول منتخب القطري المباراة الجديدة الجاية؟ تقول منتخب القطري تبي يفوز ولا لا؟ ايه. ها؟ تروح المباراة؟ ها؟ الله يوفقك إن شاء الله ويحفظك يا مرحبا. طيب نروح لمحمد جاسم السيمان، محمد شلونك؟ محمد محمد اليوم بعطينا وضعت الصمت، لعبت محمد؟ ها؟ فزت ولا ما فزت؟ فزت. ها؟ كم جبت؟ أي مركز؟ الأول؟ خذيت الأول ولا ما خذيت الأول؟ ها؟ الله يحفظك يا محمد. يا هلا، ما شاء الله صاحب الابتسامة الجميلة، شو اسمك؟ محمد. محمد من وين؟ من قطر. من قطر؟ رحت مباراة المنتخب القطري ولا ما رحت؟ لا والله ما رحت. زين تروح المباراة الجاية؟ إن شاء الله. زين، شو تحب تقول يعني المنتخب القطري؟ منتخب قوي والله يعطيهم العافية. الله يعافيك. زين من اللي بيغني؟ من اللي عنده أغنية؟ حد عنده اغنيه بيغني؟ زين شو تحبوا؟ اوه ان شاء الله حمد عيسى السلطان ومحمد عيسى السلطان، ايش تحبون تقولون المنتخب القطري؟ ها؟ المنتخب القطري يفوز؟ ايه. زين يفوز كم المنتخب القطري؟ 50. 50؟ ما يصير والله. 5. 5 5 5؟ اي. زين ياخذ الكاس ولا ما ياخذ الكاس؟ ياخذه. ياخذه؟ اي. زين مريم ايش تحبين تقولين حق قطر؟ نحبكم وايد وبس. الله يحفظكم ان شاء الله. هذا الحلو. اسامه شلونك؟ اسامه تبي تروح تنام البيت؟ الله يحفظهم ان شاء الله. يعني الساده المشاهدين مثل ما شفنا يعني فرحه العيال الصغار هم يطلعون في التلفزيون، واللي احلى من كذا يعني اولياء الامور ايضا اباء وامهات متواجدين يعني خلف الكاميرا يشوفون عيالهم وهم طالعين حتى يلعبون في غطرتي. شوي شوي زعل علي اسامه.
يعني مشاهدي الكرام، صراحة أولياء الأمور المفروض يجيبون عيالهم هنا في الحي الثقافي كتارة، فعاليات جميلة وراح يستنسون إن شاء الله العيال. الله يحفظ لكم عيالكم. والله خلينا الدوحة، دوحة الجميع، ويا مرحبا بالجميع في دوحة الجميع. وأيضا مشاهدي الكرام، ما زلنا مستمرين، وأترككم الآن مع الأخوان في الاستديو خليفة الرميحي وفيصل الإبراهيم. صحة والعافية محمد على هذا النقل من فعاليات الرماية من المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة. جهز عمرك بعد ما خلص إن شاء الله البرنامج، أنا وخليفة جايينك إن شاء الله على الرماية. كل الشكر لك زميلنا محمد.